زمان مدريد. محمد جزار كان في المباراة في الكام نو، في سوري في سانتياغو برنابيو، فقال لي انه كان بيتكلم مع صحفيين هناك فقالوا له انه انشيلوتي ممكن يمشي بعد المباراة ديت. فقلت له طبعا ده كلام مش منطقي واقرب للمستحيل، يعني فرقة صاعدة قدام باريس سان جيرمان بأداء رائع، هتلعب مع تشيلسي متصدي الليجا غالبا هياخد الليجا، فما فيش سبب يخليه يمشي يعني غير خسارة البرشلونة، وده مش منطقي. هو ردود الفعل بعد الخسارة هادية شوية على غير المتوقع، وده مطمني. عادة ردود الفعل بتبقى أكبر من كده، بس عشان الماتش جاي في نهاية الليجا، فاضل 9 ماتشات تقريبا وأنت متأهل لدور الثمانية تشامبيونز ليج، وفلورنتينو بيريز راجل ذكي، هو عارف الفريق ده يقدر يوصل لإيه، وعارف إن هو عنده قصور في إيه، وهو أصلا جاب أنشيلوتي علشان يشيل الليلة من الآخر. يعني لو هو قدامكم أنشيلوتي ده اتكلموا معاه، أنا من الآخر إيه، أنا مركز في الاستاد ومركز إن أنا أجيب مبابي ومركز إن أنا اعمل سمعه لنفسي ان انا عملت استاد جديد وجبت اهم صفقه في تاريخ ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وحاسبكم وانا جايب اهم صفقه في تاريخ ريال مدريد الحديث اللي هو كيليان امبابي. فكسبت دوري وكسبت كاس سوبر اسباني، دي حاجه ممتازه بالنسبه له يعني، لكن هو عارف ان انشيلوتي ما يشيلش الليله لوحده. وانا بشيد بانشيلوتي في المؤتمر الصحفي لان هو طلع قال ده خطأي، انا اللي اتحمل الخساره كامله، فهو بيحافظ على لعيبته في تصريح يعني انا بحيي فيه انشيلوتي بصراحه. لكن فكره ان هو يقيل عشان خسر 4-0 من برشلونه، اعتقد ان هي بعيده كل البعد يعني. هو في حاجه كمان على فكره، هو اصلا انشيلوتي يعني لو في مدرب واحد بس هيقدر ان هو يتعامل مع قائمه ريال مدريد الحاليه بنواقصها الكتير دي، فهو كارلو انشيلوتي. صح، هو صح. المدرب الاكثر جداره في ان هو يعمل كده. الراجل اللي بيسمع الكلام اللي واللي بيعرف كمان، مش بس بيسمع الكلام، اللي بيعرف يدبر نفسه يمشي نفسه باقل حاجه موجوده متاحه. مش بس ان هو بيسمع الكلام فاللي هو مش هيجيب اعلى حاجه، لكن لا، في مدربين تانيين لو ما توفر لهمش القايمة القوية هيعطل أصلا، مش هيعرف يعمل حاجة. إنما هو بالقايمة دي إنه يوصل دور الثمانية ويتصدر الدوري، مع وضع في الاعتبار طبعا إن أتلتيكو برشلونة هما اللي ساعدوا في تصدر ريال مدريد للدوري لأنهم ضايعين بداية الموسم، لكن هو كارلو أنشيلوتي الأنسب.